السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع المتتبعين الكرام، اللي غادي تلاحظوا معايا ومشيت انا مول سلوكي اللي مشيت عند الاخت ديالي هي خديجة تورينو، مشيت لسيدي سليمان، مشيت لولاد حميد، مشيت شفت البلاد ديال ولاد ديال الاب ديالها، شفت البلاد ديال خوالها، شفت فهمتي ما نقدرش فهمتي صراحة ديال الله خديجة وراتني شفت حتى عييت زعما فهمتي عند البلاد كتيرة ديال باها تماك هي تبارك الله. وشوفوا الإخوان ما غاديش نحرق لكم المراحل، وإنما هذا الفيديو الأول اللي لحت لكم، يلا مشيت وشوف هادشي غير شوية اللي صورنا لكم، ماشي كل شيء اللي كبرت بينا وكبرت بالأخ ديالها هو مول سلوكي زعما فهمتي لا غبار عليها زعما، ماشي زعما ما نقدروش نوصفوا شي حاجة، وزعما هادشي اللي كدير مع الأخ ديالها ديال مول سلوكي زعما هاد الدرية طيبة بزاف صراحة ديال الله. وكاينين فهمتي كاينين شي وحدين اللي كانوا جاو عندي الواتساب قال لك بالله الا مشيتي انت للطاليان راه ممكن، قال لك خديجة تورينو ما تدخلكش. ايوا كنقول لك خلصك الله وليدي، الا جيتي عندي انت وقلت لي بحال ما كان، جيتي عندي من تيك توك قلت لي بحال ما كي، خلصك الله وليدي. وانا كما كنقولوا عندي تجربه وعندي بزاف ديال الحوايج، انا ديك الاخت ديالي انا هذيك الا كانت انا الاخت ديالي كتخلى عليا راه خديجه هي غتخلى عليا باش نهضر معكم في الواقع صراحة ديال الله. وحنا كندعيو مع هاد الدرية هادي، ودابا عشت معكم هاد الأجواء اللي في داخل المنزل ديال خديجة تورينو، وفهمتي زعما واحد كبرت بينا بزاف زعما أكثر من الأخ ديالها ما نكذبش عليك، هي وحكيم وكاين بنات فهمتي بنات خالتها تهم الله يعمرها دار، مشينا عند خالتها كاينه تما في سيدي سليمان خالتها اللي عمرها دار، مشينا عند كما كنقولوا عند واحد السيده واقيلا جدها واقيلا اطيب خلق الله، اطيب خلق الله الاخوان الاعزاز. ما نقدرش شوف واخا نعاود لكم حتى انايا ما غاديش نقدر نوصف لكم، وجاي الفيديوهات اللي غادي نعاود لكم بزاف ديال الحوايج على خديجة تورينو، وجاي الفيديوهات اللي صورت في ولاد حميد، وصورت البلاد ديال الاب ديال خديجة تورينو، وصورت البلاد ديال الاخوال ديال خديجة تورينو، وبزاف ديال الامور ديال الامور اللي بزاف ديال الاشياء اللي غادي تتبعوها مع مول سلوكي. وحنا الحمد لله كما كتعرفوا مول سلوكي كل ما كانت عندي المصداقيه ما غاديش نلقى ما غاديش تبقى تقبلني الاخت ديالي خديجه تورينو ندخل عندها المحل ديالها، وانما كل ما عرفتنيش بالله واحد الانسان اللي كما كنقولوا عفوي وطيب واللي في القلب اللي في النسال في القلب، وماشي غدار ولا مثلا فهمتي نضحك ليها مثلا في وجهها، وكما كنقولوا فهمتي نضحك ليها في وجهها وملي كما كنقولوا باغي غير حاجي، اقسم بالله انا ما باغي شي حاجه منها باش نهضر معكم في الواقع، اقسم بالله العلي العظيم ما باغيش شي حاجه منها صراحه ديال الله فهمتي. انا باغي فهمتي انا باغي اختي اختي انا كنبغيها خديجة صراحة، خديجة انا خديجة كنبغيها كاختي هي وحكيم باش نكونوا واقعيين، وعائلة محترمة وعائلة زوينة وعائلة طيبة العائلة ديالها خوالاتها وبزاف. غادي نبين لكم ولا تبعتوا معايا غادي نبين لكم بزاف ديال الاشياء، وغادي نقول لكم شكون هي خديجة دورينو، ياك نتوما غادي تثقوا فيا انا. يلا دركت انا عليكم شي حاجة ولا بينت لكم شي حاجة اللي ما كايناش انا ما غاديش تسمحوا ليا، حيت انت غادي تتفرج في الفيديو وغادي تمشي بحالك، وانا الفيديو محسوب عليا ومثقل عليا، ملي غادي نموت غادي فهمتي غادي الله سبحانه وتعالى غادي نتحاسب على الكلام اللي كنقول انا في هذا الفيديو، وانما غادي نحط لكم الحقيقه بالنسبه لهاد البلاد وهذا الشيء اللي كانت كتصور خديجة تورينو اللي كانت كتصور في ولاد حميد. وكاينين شي وحدين شي كلاب اللبن اللي كيقولوا بالله كتصوري البلدان ديال الناس وكتصوري الليمون ديال الناس وكتصوري داكشي ماشي ديالك، انا جاي لكم بالجديد ان شاء الله والحصري، وانا هو اللي كما كنقولوا فهمتي درت فهمتي درت في هذيك البلاد ودرت مع خديجة تورينو نيت، وكما كنقولوا والعائله ديالها، وغادي نبين لكم بزاف ديال الاشياء، انما غادي تابوناو معايا وغادي تبارطاجيو باش كتشجعوني باش غادي نعاود لكم الحقيقه. خاصكم تشجعوني بالبارطاج اخوتي الاعزاز، شجعوا مول سلوكي اخوتي الاعزاز اللي عنده المصداقيه، كما
كما علاش تعرفوا عندي انا المصداقيه لحد انا هاد الدريه هادي اختي انا ما خسرتهاش فهمتيني علاش انا ما خسرتهاش حيت انا راجل وانا جاي وعارف بحق الرجال وهاد الدريه هادي لاختي انا والحمد لله كبرت بيا واحد التكبر واحد سميتو ما كاينش ما نقدرش نصور ما نقدرش والله ما نقدر نوصف لكم اخوتي الاعزاء وانما كتسال من عندي انا غير الدعوات ديما ان شاء الله بحول الله والوالده ديالي تيدعمها فهمتي الدعوات ديال الوالده ديالي وديال الاخت ديالي ان شاء الله وتبعوا معايا هذا الفيديو من الاول حتى الاخر ولكن هذا لا غير الفيديو اللي مشيت فيه ديال الدار خلي ديال ولاد حميد راه البلبله ديال ولاد حميد اخوتي العزاز تسناو الجديد الله يسهل عليكم شوفوا الاخوان شوفوا اللي طاح فيديو هذا الفيديو راه القناه عندي شوف كاين واحد الليان ما كيوصلش الفيديو ما كيوصلش بزاف عند الناس انما الله يجزيكم بالخير لما حيدوا الابوني والزراس وعاودوها ثاني حيدوها وعاودوها انتم راكم عارفين انما قلت لكم انا بحال ما كان ياكم عارفين حين دابا الفيديو ما كيوصلش بزاف عند الناس ممكن تدخل عندي ممكن مره اخرى من لوح الفيديو ما يقدرش يوصل عندك حيد الابوني والزراس وعاودها حيدها وعاودها يلا وتسناو الجديد ديال ولاد حميد الجديد والجديد والجديد ان شاء الله هذا غير الفيديو الاول باقي يلا جيت لكازا دابا من سيدي سليمان يلا جيت دابا انا يلا جيت الله يقسم بالله دابا يلا باقي في الولفه انا في كازا باقي في الولفه وكما كتعرفوني انا ساكن غير في الشونطي غير لك يا عارفين اخوتي العزاز من كارفاس وزعما عجبني الحال انا عند اختي خديجه عجبني الحال والسكنه كيفاش دايره عند خديجه والله العظيم اخوتي العزاز الا غادي تتبعوا معايا باقي عندي فيديوهات درتهم في ولاد حميد انتم شفتوا معايا هذا غير الاول اللي مشيت عند خديجه تورينو وباقي فيديوهات ديال ولاد حميد اللي غادي في البلاد ديال الاب ديال خديجه تورينو واللائحه طويله ان شاء الله وغادي نهضروا على هذا الموضوع اللي غادي يكون جميل وجميل جدا ان شاء الله اخوتي اخواني الاعزاز وغتتبعوا معايا الناس اللي عزيز عليهم خديجه تورينو اللي كيحبوها وباغي يعرفوا عليها بزاف ديال الحوايج باقي الفيديوهات ما لحتمش لكم هذا هو يلا الفيديو الاول حيت انا ريحت شي 3 يومين مشيت ونامس وريحت يامس بحال يومين ريحت يومين تقريبا يومين ريحت قول نهار كامل وداك النهار اللي مشيت فيه والنهار اللي جيت فيه ريحت 12 تقريبا وجيت بحال هادي ولكن درت لكم فيديوهات واعرين في ولاد حميد وكاينين شي وحدين اللي كيحلوا فهمهم وكيقولوا بالله داكشي اللي كتصور خديجه في ولاد حميد لي اخوتي العزاز الخير صراحه ديال الله الخير كاين في ولاد حميد اللي غادي نصور لكم واحد كما كنقولوا واحد المنطقه واحد البلاد اللي بلاد الخير وواحد البلاد اللي كما كنقولوا صدماتني انا بالخير ديالها هي ولاد حميد ان شاء الله باقي عندي فيديوهات على اللوح لكم وانما كنتسنى من عندكم البارطاج الناس اللي عزيزه عليهم هاد الدريه هادي هي خديجه اللي ما توصفوش وما نقدرش نقول لكم هاد السيده كيفاش هي فهمتي بزاف شوف بالنسبه لي انا الاخت ديالي انا هذيك ولكن نتوما الناس اللي ما كيعرفوهاش مزيان انا غادي نبين لكم بزاف ديال الحوايج اقسم بالله غنبين لكم بزاف ديال الحوايج وغنقول لكم شكون هي خديجه ماشي غير جي ودوي ولا جي وهضر صراحه ديال الله زعما فهمتي انا كنت عارف الاخت ديالي خديجه تما على المصداقيه وهذه ولكن ان شاء الله ملي مشيت هذه المره هذه جبت لكم الجديد ديال ولاد حميد نتوما دابا وليت مزروب دابا بغيت نلوح لكم الفيديو مزروب باقي لا جيت دابا انا غادي نكمل لكم ان شاء الله نلوح لكم الفيديوهات وغادي تعيشوا معايا ولاد حميد سيدي سليمان يلا البارطاج ديالكم الناس اللي كيحبوا الدريه هذه خديجه الله يعاونكم.